Hello my friends, كيف كون معكم سويتلانا. اليوم حنرسم ليدي بوغ أو كوكسينيل. لونها للكوكسينيل أحمر وبتبين من بعيد. مثل عم بتقول ما حدا يكلني، أنا مش طيبة. خلينا نرسم كوكسينيل. أول شي رسموا وردة كتير كبيرة قد الصفحة كلها، وبعدين احضروا فيديو ورسموا كوكسينيل step by step. بلشوا ترسموا من راس، رسموا شكل بيضاوي، بعدين رسموا جسم كمان بشكل بيضة بس أكبر، زيدوا قرون وإجرتين حد راسه، بعدين إجرتين بالنص، إجرتين ورا، زيدوا كمان 7 دوائر أظهره. لونه وردي وكوكسينيل عليها. موفقين، باي باي.